جات معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق جاء معذبتي فقلت نورتني يا خير زائرة ما خشيتي من الحراس في الطرق فجاوبتني ودمع العين يسبقها يا ليل ما يركب البحر لا يخشى من الغرق يا ليل يا ليل يا يا ليل. ما شاء الله ما شاء الله. يعني يمان قصار انت اليوم معانا في مساء الإمارات، بس انت اول يوم كان لك في عمر 4 سنوات بدت هذه الموهبة الجميلة. نعم. اول مرة تطلع خشبة مسرح وتأدي امام جمهور بعمر 6 سنوات، تدربت على العود، تدربت على آلة التخت الشرقي واللي هي القانون، والدك كان داعم. ترى نحن باحثين عن كل يعني الماضي الفني. صحيح. الجميل الى وصولك اليوم معانا، فنرحب بك معانا في مساء الإمارات ومنور. منور يمان، يعني احنا سعيدين باستضافتك اليوم. نعم. واول سؤال بطرحه، من ايام ذا فويس كيدز لين اليوم وين يمان؟ افتقدناه حرفيا، افتقدناه، لان انت كنت حرفيا يعني دخلت بيت وقلب كل واحد فينا صراحه. مش من قدامك اكيد اغلب الناس اللي عارفين يمان من قبل وشافوها الحين، عندك موهبه صوت عالميه وجميله جدا. شو اللي صار معك؟ خبرنا. هلا، بدايه انا كنت غايب بفتره كثير كبيره، هو بسبب الدراسه يعني. فأنا كنت مشغول بموضوع الدراسة والفن. معذور. معذور الدراسة أكيد. نعم أكيد، كنت بالعود أدرس العود والموسيقى والنوطة والدراسة. دراستك لها علاقة بفنك؟ طبعاً لها علاقة بفني وبمجال الدراسة لحال. المدرسة بروحها. جاءت معذبتي، شو قصتك معاها؟ أنت بادي ذا فويس كيدز، واقف أمام قامات عربية فنية من العالم العربي، بجاءت معذبتي. وضربوا عليه. وضربوا عليه. نعم ياسين، وفي اللي قدم لك كوب شاي. صح. في اللي قالت له أنا بقص شعري. أنت تعرف المعلومة؟ فنانة ناسي عجرم قالت لي أنا بقص شعري إذا بتي فريقي. واو. فمو ضربوا عليه، قدموا تنازلات، ولكن جاءت معذبتي. لماذا؟ من هي معذبتك وكيف جاءت وإلى أين ذهبت؟ عذبتني وراحت. لا فعلا، ليش اخترت أغنية صعبة يمان؟ مو بسهلة، بعرب صعبة بعد فنية، وأنت كان عمرك صغير، نتكلم عن The Voice Kids، أمام نجوم عمالقة كبار، فليش اخترت جاءت معذبتي؟ تحدي هذه قصيدة صعبة جاءت معذبتي. اخترتها لأنه أنا وثقان أنه طالع يعني ما راح يؤدي حدا قصيدة مثل القصائد العربية القديمة، فأنا قاصد كنت الأستاذ كاظم في هاي القصيدة. أنت كنت محب للأستاذ كاظم. نعم أكيد. فأنا كنت قاصده لأنه أنا إذا راح أغني هيك قصيدة بهيك عرب بهيك أداء، طبعا في قلب بالمقامات، فهون الاستاذ كاظم بيفهم، مع احترامي لنانسي وتامر. نعم. الاستاذ كاظم بيفهم بالمقامات، فانا قصدت اني اقلب المقام مشان
يعني استفزيت انت الفنان كاظم الساهر؟ لا مش استفزيت بس التفاف نظر. التفاف نظر يعني لانه بعد غنى غنيه حق كاظم يعني بشكل غير مباشر انا ابى اكون في فريقك. أيوة. نعم. استفزنا كله بصوت. كلنا استفزنا بصوته. يمان ابى يعني ما برجع على موضوع الدراسه، اكيد الدراسه لها دور كبير ومهم جدا ان انت تكون تحافظ على دراستك وكل شيء وفي نفس الوقت تهتم بالفن. موضوع الانتاج، ما فكرت انك تنتج؟ انتجت شيء؟ سويت شيء؟ هل في مشاريع قادمه عندك؟ والله بصراحه انا قصدت دوله الامارات العربيه المتحده الكريمه انه انطلق من هون من هذا البلد، يعني لانه انا وضعي كان بسوريا صعب شوي، فهلا حاليا تركت الدراسه واتجهت للفن. جميل. ايه بس يعني ما اكيد ما راح انشغل عن موضوع الدراسه في الايام المقبله ان شاء الله اذا صرت ارجع. وانت موهبه وجميله اكيد وتستحق كل الدعم، ودوله الامارات دائما داعمه لكل موهوب وفنان ومبدع، وان شاء الله اكيد بنشوفك في الاعالي قريبا. انا بصوته صراحه يلا نسمع شيء. سمعكم شيء خليجي؟ يلا يا ليت. انا طبعا عاشق للون الخليجي لهيك انا لابس خليجي اليوم زي خليجي وبغني لكم خليجي. يلا سمع. وانت متغير علي صار لك كم ليلة وانت بالك مولي حاضر بقلبك وغايب وانا قلبي فيك داي ليه يا اغلى الحبايب انت سامع عني شي انت من مدة وحال للأسف صاير غريب وصار عادي عندك أبقى وعادي عن عينك أغيب وردتك نسيت تعبيري وصرت ما عارف وش مصيري وبسمتك دايم لغيري قسوتك دايم علي قسوتك دايم علي تغير علي صار لك كم ليلة وانت بالك ما هو لي وانت بالك ما هو لي حاضر بقلبك وغايب وانا قلبي فيك دايب ليه يا اغلى الحبايب انت سامع عني شي انت سامع عني شاي. الله عليك. الله عليك. يا سلام. يمان مثلك الاعلى الفنان صباح فخري. ويعني نحن نتكلم هني عن مدرسه فنيه وليس عن انسان عادي وفنان عادي، انت قدها؟ وكيف بتوصل لهذا المثل والقدوه فنيا؟ خاصه انك وقفت فتره والحين تقول انك راجع بقوه. نعم. وبالتالي ما هي الاستراتيجيات او الخطط لهذا الشيء؟ الخطط اني اقوى هون في العزف في النوطة. أوكي. وأتمرن أكثر طبعاً التمرين وتمارين الصوت والدراسات أكثر والبحث أكثر عن الموسيقى ومن هون يعني ما بعرف إذا بتفهم على هالشيء. أكيد. في حلبة. مني منك يعني. طبعاً في هذا الشيء الأساسي هو الموسيقى والعود والتمارين الصوتية. طبعاً الدراسة. قانون؟ لا انا فقط على العود بس. قانون انت عزفت وتعلمت القانون؟ لا لا ما تعلمت القانون. يتعلم القانون شو ناقصنا ما شاء الله عليك. انزين نقطه ثانيه بالنسبه لي موضوع الدعم لك. احنا عرفنا ان والدك هو الدعم الاول وهو اللي اكتشف موهبتك حتى. كيف علاقتك مع والدك وكيف ما زال يدعمك لهذا؟ والله الله يذكره بالخير. هلا نوجه له تحيه، موجود في الاستديوهات هو معنا. اكيد. الله يخليك يا رب. والدي طبعا الدعم هو الاكبر. كان معي بكل لحظة بكل خطوة بكل شغلة بعملها. أبوي يعني مثل مو هو أب، هو صديق.
ويعني ما بيحسس انه الاب، فهمت علي انت كيف؟ ما هيك يعني انه صديق يعني اي ومحب يعني وكل شيء. عنده خلفيه غنائيه بعد يساعدك في موضوع اختيارك الاغاني، في موضوع مثلا التحكم في الصوت وهالامور؟ لا التحكم بالصوت لا، بس انه كان يقول لي انه اول ما قبل ما اطلع على المسرح هيك قال لي انت ما راك عايش الاحساس، انت ما عم تحس بالاغنيه. لحد ما عرفت كيف احس توصل كيف تحس. يا من قبل ما نتكلم عن او نسمع القدود الحلبيه يعني ما يصير تي عندنا وما نسمع قدود حلبيه، اباك تقول لي فنان خليجي في خاطرك تسوي دويتو معاه، منو او فنانه؟ لا فنان طبعا الاستاذ عبد المجيد عبد الله. يا سلام قامه كبيره يوما ما ان شاء الله ان شاء الله، ليش لا؟ مو بعيد اليوم ان شاء الله. اكيد ان شاء الله نورتنا يا مان، استمتعنا معك جدا. أكيد. المتعه ما زالت مشاهدينا الحين، اكيد بنختم معاكم حلقتنا وبعد الختام بيكمل لنا اغنيه من على ذوق يا مان، ولكن الى هنا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا ويانا في حلقتنا اليوم في مساء الامارات، وكانت نهايه الاسبوع جميله اكيد لكم جميعا. كل الشكر لكم على المتابعه، ترينا ان شاء الله يوم الاثنين على نفس الموعد وفي وداعة الله. إذا مشاهدينا شكرا على حسن المتابعة ونهاية أسبوع سعيدة. هلا هلا بعماركم، في أمان الرحمن، نستمتع مع بعض. يلا تفضل. يمر عجباً